اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا طه ياسين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد السجين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا أنصار الحسين، أحباب الحسين، أصحاب الحسين، أخيك الحسين، خصوصا يا مولاي غازي أبو الفضل العباس الحمدار يا ابن أمير المؤمنين وجميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشتى والزبار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان الرب والأجم علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الأصل الزمان، اللمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمود بحق محمد، يا علاء بحق علي، يا فاطر السماوات والأرض فاطمة الزهراء سيرة النساء العالمين، يا محسن بحق حسن، يا قديم الإحسان بحق حسين مظلوم علیہ السلام وأولاده المعصومين علیہ السلام، بار الہ چارج معصومین علیہ السلام کے صدقہ ہماری اکلیسی عزاداری کو بارگاہ چارج معصومین میں مقبول و منظور کر، مولا بشر حسین علیہ السلام میں پہ خاص رحمت کا نزول فرما، مولا صاحب نیاز کے جو دلی مقاصد ہیں اسے اپنے شریعت کے مطابق پورا کر، میرے مولا جو جو مومن بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، میری بہن بیمار ہے، میری والدہ بیمار ہے، انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، بھائی گامو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، کدر شاہ بیمار ہے میرے مولا اسے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، مولا جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ ہمارے تمام جوانوں کی جوانی کو قائم دائم فرما، مولا چار معصومین علیہ السلام کا صدقہ امام مظلوم کے دربار میں ہمارے حقیر کی قربانی کو مقبول و منظور فرما، مولا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے اس پرسہ کو مقبول و منظور فرما، پھر مولا جو مومن بیمار ہے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو مومن تنگ دست ہیں غریب ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، مولا جو مومن بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے مولا جن کو اولادیں دی ہیں صاحب
جن کو اولادیں دی ہیں ان کو اولادوں کو نیک اور صالح بنا، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، گناہگار آنکھوں کے مولا کی زیارت سے مشرف فرما، جو جو مومنین مومنات ہیں جو زیارت کا شوق رکھتے ہیں پورا فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. دنیا میں نہ بچ جائے کوئی تیری